هل الحرم المكي يدخل تحت حديث المرء بين يدي المصلي؟ نعم، ليس هناك حديث ثابت يستثنى الحرم إلا الضرورات. في حديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة والناس والدواب يمرون بين يديه لا يثبت، لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الضرورة في الحرم قد تدفعك إلى ذلك، خاصة عند صلاة ركعتين خلف المقام. أما سير مكة فكان بواب البخاري وسترة في مكة وغيرها.